السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي يومية سلوى الفلوغ. اليوم فيديو إن شاء الله غادي يكون واحد طبق اللي كيجي لذيذ وزوين وسهل في التحضير. واحد طبق ديال الفخيطة ديال الدجاج مع الروز اللي كيجي واحد التاليكات زوينة. وغنبداو الطريقة ديال التحضير باش ما نطولش عليكم. أول حاجة خدينا واحد الكوكو درنا فيها بصيلة، درنا فيها شوية زيت العود وشوية زيت العادية، صافي وخليتنا وخليناها حتى تشحر مزيان. وما غاديش نزيد العطريه في الاول حتى تشوفوا يعني الطريقه، راه اصلا الصوره موضحه نفسها. غادي نخليوها غير تشحر مزيان تهبط ديك البصله طيح. زدنا معاها كنوره، واذا بغيتوا تزيدوا معاها شويه الملح تزيدوا، انا دونك انا اكتفيت غير بالكنوره، سينو الناس اللي ما كيديروش كنوره يديروا غير الملحه. صافي هنا غادي نخليو البصله ديالنا حتى تطيح مزيان، وغادي نزيدو عليها دوك الفخيطه الدجاج بعد ما نكونو غاسلينهم مزيان بشويه ديال الملحه وشويه ديال الخل وشويه ديال السكنجبير. يعني الدجاج انا كنبغي نغسلو مزيان باش ما بقاش هي ديك الزفوريه ديالو. صافي هنا من بعد ما كتشحر لنا مزيان غادي نضيفو كما قلت لكم هذا درت كنور، وضفت واحد جوج فصوص ديال الثومه حكيتهم مزيان. دونك انا دايره ديجا العافيه مهيله، يعني ماشي مجهده باش يلا يعني بشويه عليها باش تطيب على خاطرها. هنا غادي ندوزو للعطريه، درنا كنوره ديال الدجاج صافي حتى هي غادي نخلي يعني هنا باقي ما زيدين لا ما لا والو، يعني ما تحاولوش ديروا ما في الاول صافي. وغادي ندوزو بالنسبه للفخيضات بعد ما كنكونوا غاسلينهم مزيان، يعني غسلتهم شويه كنديرهم في واحد البانيون، كندير فيهم شويه الملح شويه ديال الخل وشويه ديال السكنجبير. الخل ديال الحامض الا كان عندكم كيجي احسن. صافي كنصفيهم كنديروهم في الكوكوط، يعني باش ما كنحمش ديك الزفوريه ديال الدجاج. صافي هنا غادي نخليوهم في الكوكوط، هنا فلحوهم شويه الا بغيتو حيت من بعد غادي نحيدهم وغادي نحمرهم شويه. صافي هنا غادي نخليوهم الكوكوط غادي تقلى غير في ديك العطريه ديال الكنوره وداك الثومه اللي درنا وديك زيت العود اللي درنا في الاول مع البصيله، هكا كتشحر زوينه كتجي واحد البنه هنا زوينه. غندوزو دابا للعطريه، العطريه ما كنديرهاش في الاول كيف ما شفتوا باش ما تحرقش ليا ديك العطريه. دونك هنا درنا شويه ديال البزار، غير معلقه صغيره معلقه صغيره، دونك البزار ما تكثروش بزاف الا كانوا عندكم دراري صغار. دونك درنا هنايا شويه السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم البلدي، وزدنا معلقه ديال العطريه ديال الدجاج كاختيار، الا عندكم ما ديروهاش. دونك الا بغيتو ديروها ديروها، ما عندكمش ما ديروهاش. هنا درنا شويه ديال الربيع صافي، وغادي نخلطوا هادشي كامل وغنخلطوا هاد العطريه كامله، ومن بعد عاد غنزيدوا واحد معلقه ديال التحميره وغنروي وغنسدو عليه. بالنسبه لهاد الماكل الاكله اللي قلت لكم راه ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف، كنسدو عليها ربع ساعه حتى لثلث ساعه، يعني 20 دقيقه ربع ساعه ما كتفوتوهاش، كتجي واحد الدجاج كيطيب زوين. من بعد كنحيدو داك الدجاج عاد غنوريكم الطريقه اللي غادي نديرو الروز باش غادي تزيدو المقادير ديال الروز، كتجي لذيذه وزوينه وما كتعطيناش يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. تقدروا ديروها عشاء او لا بغيتو ديروها يعني بالنسبه للدراري الصغار يديهم لانش بوكس معاهم مدراسه، او كتجي خفيفه يعني سورتو الناس اللي خدامين دغيا دغيا كدير ليهم. هنا كيف ما شفتوا زدت معلقه ديال التحميره، وبالنسبه للكاس انتما غتشوفوا غتحسبوا ثلاثه الكيسان، درت غير الكيسان ديال العنبه ثلاثه الكيسان، وحيت ديك الروه غادي نبغي من بعد، يعني ما بغيتش انا نخلي يعني حتى تطيح البصله مزيان يعني حتى تولي ديك مضغمره، انا لا بغيت ديك الروه غادي نحتاجهم من بعد باش غنزيدو في الروز من بعد. داكشي علاش انا زدت الماء هنا شويه. دونك درت ثلاثه الكيسان وغنسد عليه في كوكوط، كوكوط اون فوا تصفر غنحسب عليها ربع ساعه حتى لثلث ساعه. المهم الدجاج انا كنعرف انا الدجاج ربع ساعه دغيا كيطيب لي الدجاج، دونك انا درت هنا ربع ساعه حتى لثلث ساعه صافي وغنسد عليه. بغيتو تخليوه هكاك يعني ما تسدوش على الكوكوط، تخليوها طيب على خاطرها ديروها، ولكن الا ما عندكمش الوقت سدوا عليها. صافي هنا غادي صافي هنا بعد ما حلينا على الكوكوط، دونك كتشوفوا هنا كتجي ديك لاصوص واحد لاصوص بنينه هنايا، راه عتي ما نعاودش لكم شحال زوينه. صافي الدجاج ديالنا كيكون يعني الفخيضات صافي طابو. بالنسبه للدجاج راه تقدروا تستعملوا هذا اي دجاج، تقدروا تستعملوا غير طريفه الدجاج ديالكم، او لا انا غير استعملت هنا الفخيضات باش كيجي واحد بنه زوين كل واحد كياخذ ديالو.
صافي هنا غادي نحيد داك الدجاج من بعد غادي نديرو باش نحمرو. بغيتو تحمرو حمرو، ما بغيتوش ما يعني لكم اختيار. صافي هنا في ديك الروه غنخليوه يتشحر شويه. وبالنسبه للمقادير ديال الروز هي اللي غادي نديرو دابا. بالنسبه للروز انا غادي ندير واحد جبانيه صغيره صغيره ديال الجلبانه بعد ما يكونوا غسلناها مزيان، وغادي نزيدو عليها مطيشه وحده. بالنسبه لهنا زدت لاداند او لا طريفه الدجاج اللي بغيتو، دونك الدجاج او لاداند بعد ما حتى ما كنغسلوهم مزيان وغنحطوهم في لاصوص كيجي واحد البنه. انا علاش ما بغيتش نديرهم في الاول مع الفخيطات؟ حيت غادي يتفرتوا ليا، دونك انا بغيت نخليهم هكا صاينين. خديت غير تقريبا يعني ما كاملاش واحد 10 دراهم ديال لاداند او الدجاج غير كتزيين، يعني غير باش نعطي ديك البنه باش نبغي ناكل، يعني كيبقاو طريفه ديال الدجاج. وهنا كان عندي واحد الكالامر كتصيبت البسطيله وخليت رجيلات ديالو، وقلت لا علاش نزيدهم هكا في الطبق، يعني عندكم ديروهم ما عندكمش ما ديروهمش، دونك ماشي ضروريين. صافي هنا عندكم شي كروفيت تقدروا ديرو، يعني عندكم شي نوع من انواع ديال الحوت ديروهم ما عندكمش، غتكتفيو غير بديك الطريفه ديال الدجاج حتى هو كيجي زوين. صافي غادي نزيدو مطيشه، غنقطعها طريفات صغار مطيشه وحده، يعني ما غاديش ندير باش تجي باش ما تجيش حامضه. غنديرو غير مطيشه وغنقطعوها حتى هي طريفات صغار. هنا بالنسبه للمقادير بالنسبه للجلبانه كما شفتوا مطيشه وواحد ودجاج ودرنا شويه ديال الرجيله ديال الكالامر. بغيتو تزيدو كنزيدو لا بغيتو فلفله حمراء او فلفله صفراء او الفلفله خضراء تجي زوينه كتجي لذيذه، ما بغيتوش كتكتفيو بهذا القدر. صافي هنا غنخليهم في ديك لاصوص يتشربوا ديك البنه، باقي هنا ما زدنا لا ما لا روز، يعني ما غنزيدوش في الاول، تتشرف ديك البنه مزيان. ومن بعد غادي نديرو غادي ندير غير جبانيه صغيره ديال الروز، يعني انا ما غاديش ندير بزاف على حساب الاشخاص اللي كاينين حنا في الدار، دونك نتوما لكم اختيار بغيتو تزيدوا بزاف زيد اللي بغيتو. دونك انا غادي ندير غير جبانيه صغيره صافي، وغادي نزيد عليها الماء باش كت هذا. بالنسبه لهنا غادي نزيد نص كنوره، غير نص كنوره، غادي نزيد كما قلت لكم نص كنوره حيت غادي نضيف الماء يعني حتى الكوكوط باش نروي داك المرق ديالي. بالنسبه للروز غادي ندير جبانيه صغيره ديال الروز على حساب الاشخاص اللي هنايا. دونك بالنسبه للروز يعني الا درت جبانيه وحده غادي ندير معها ثلاثه ديال الكيس ديال الجبابه نفس المقدار اللي درت فيه الجبانيه. دونك انا بحال مثلا درت غير كاس غادي ندير غير ثلاثه الكيسان ديال الماء. دونك احنا كنديرو ثلاثه ديال هذا الجبابن ديال نفس الجباني اللي استعملت هي اللي غنستعد نعمر فيها الماء. دونك بعد ما درت الروز هنا مع داك المرق اللي كيجي زوين وخاتر وبنين الصراحه كيجي لذيذ، دونك غادي نزيد عليه ثلاثه الكيس ثلاثه الجبابن ديال الماء ونصف. انا غنزيد نصف على حساب باش انا بغيت تخلي شويه الروه. دونك بالنسبه للمرق يعني بغيتو تخططوا، اما هو نورمالمون ثلاثه الجبابن. صافي هنا غادي نعمرهم، دونك كما تشوفوا نتوما تحسبوا معايا ثلاثه. من بعد صافي كنزيد عليه واحد مطيشه ديال الحق معلقه كنزيدها مع شويه ديال الماء، هو اللي غادي هو الثالث، يعني بحال هو داك النصف او هو الثالث. صافي وغادي نزيد عليه المطيشه ديال الحق ونخليه حتى يبدا يغلي ونسد عليه وكيطيب واحد المده يعني وجيزه. بالنسبه للروز ادري كيطيب، انا غادي ندير عليه واحد ربع ساعه، ربع ساعه ما كاملاش، يعني ان فوا تصفر نحسب ربع ساعه نطفي عليه باش ما كنبغيش داك الرغوه بزاف فاش كيجي يعني شارب داك المرق اللي درنا وكيجي خاتم. انا ما كنبغيش داك الرغوه يعني بزاف فاش على حساب ماشي اون سوب هادي، وانما راه هذيك الروز راه كيجي واحد التالي كانتوما تشوفوا في الاخر ديال الفيديو كيجي بنين ولذيذ. صافي هنا بعد ما كيما شفتوا درت المطيشه ديال الحو كنخليه شويه يغلي، ودرت هنا غير شويه ديال الربيع يعني الا بغيتو. صافي وغنخليه شويه يغلي هنايا ونسد عليه وندوزو لكم الطبق ديال التقديم كيجي رائع ولذيذ. يعني كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، انا اكيد انها تنال الاعجاب ديالكم حيت يعني ماشي يوم هذه المره اول كنجربها، ديما كنجربها ولكن المره اللي كنشاركها معكم حيت الطبق كيستاهل صراحه الواحد يديرو، سورتو الناس اللي ما عندهمش الوقت ديال الوقت ديال الخدمه على حساب الناس زربانين يعني يديروهم، وهما يعني في واحد الوقت واجد تقدري تخدمي اي حاجه وهو كيطيب دغيا دغيا ما فيش بزاف ديال هذا التحضيرات.
كان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، تمنينا الاعجاب ديالكم ونتمنى ان شاء الله تجربوها، واكيد اننا غينا الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على اللايكات، وما تنساوش ما تبخلوش عليا باللايك والمشاهده، واكيد باش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وان شاء الله مع فيديو اخر. مع السلامه.